أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك إلهي ما أعظمك، جعلت البيت الحرام مهابة للناس وأمنا، فيه تسكب العبرات وتغفر الذلات وترفع الدرجات، فيه الجائزة الكبرى حين يقول الحق لعبيده: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الجمع الكريم، حياكم الله بالسلام، وطبتم وطاب ممشاكم، وتقبل الله عزاءكم جميعا في ليلة تكريم الوالد الكريم عميد عموم عائلات القصاص بمحافظات جمهورية مصر العربية، بخصوص الصالحية القديمة بمركز فاقوس بالشرقية، الحاج سعيد عطية القصاص. نسأل ربي أن يكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، مشاركين العزاء لأبنائه الفضلاء وإخوته الأعزاء وعموم أشقائه وأنصاره وأصهاره وأنسابه. الجميع من آل القصاص يتقدمون بفائق الاحترام والشكر والتقدير لحضراتكم ولعموم مشارك العزاء من أنحاء مراكز الشرقية. في لقاء عريق إن طال الزمان أو قصر، فلا بد من تاريخ الصالحية القديمة أن يسجل هذا اللقاء بحروف من ذهب وماء من نور، بقيادة هؤلاء الأعلام العمالقة الكبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي: القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، القارئ الشيخ محمود القزاز، والقارئ الشيخ محمود عادل، سائلا ربي لهم جميعا القبول والتوفيق. تعالوا بنا في مبتدأ مشرف نستمع إلى قارئ وواحد من العلماء يطوف بنا في قيات القرآن الكريم بما يبلغه عن ربه في كتاب الله بأنه قارئ.
وحول التبليغ عن سيدنا رسول الله بأنه عالم، القارئ الذي جاب جميع الدول الإسلامية، فاعتمد بأنه قارئ يتميز بلونه الفريد، كل يوم هو في جديد، الحاصل على أكبر عدد مشاهدات عبر الشبكة العنكبوتية. شرفت به الإذاعات المصرية قارئا بارعا متقنا مجيدا، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي الذي شرف عرش التلاوة في مصر وخارجها، سائلا ربي له التوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. وصلت الاشاره مع بعضها ولا وصلت الاشاره؟ وصلتش شمال بول اي. ماشي ماشي، انا بشوف الدنيا. ماشي حاضر. بسم الله تبارك الله الرحمن. لا استاذ، بس البخور بس ده دغري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر
مضطرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما
ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل Oh,
حسبي يا رب. اللهم امين. قل اطيعوا الله والرسول، قل اطيعوا الله والرسول، فان تولوا فان الله لا يحب
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت والله أعلم والله أعلم
والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. والله أعلم بما وضعت وليس لك ود الأنثى وإني سميتها وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم يا رب.
صدق الله العظيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا أيوة.
وكفنا زكريا. وكفنا زكريا. قل وكفلها زكريا. وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب عند رزقا. قال يا مريم. وكفلها زكريا. حبيبي على رسمها، على رسمها احفظك. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا. قال هو من عند الله. وجد عندها رزقا. Yeah.
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء. إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق الله العظيم. حاضر 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 حاضر. فنادته الملائكة وهو
بشيرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى يكون لي غلام عاقر قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك
نروح فين جنب وسبح بالعشي والإبكار
وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت يا مريم